بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب المفرد: باب حسن الخلق إذا فقه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل. عن أبي هريرة قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم إسلاما، أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. يعني إذا كانوا فقهاء في الدين، عالمين بأحكام في الإيمان والعمل والعبادة والمعاملة. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني ثابت بن عبيد قال: ما رأيت أحدا أجل إذا جلس مع القوم ولا أفكه في بيته من زيد بن ثابت. فضيلة عظيمة لزيد بن ثابت وكيفية الخلق الحسن، أنه كان جليلا وقورا يهابه الناس من احترامه لا من الخوف أو الرعب منه. رجل جليل قليل، يعني ليس زائدا في الانبساط مع الناس حتى تقل منزلته وهيبته، لكنه مع أهله ألطف الناس خلقا، أفكه من الفكاهة، فهو ينبسط ويمزح ويلين الكلام مع الأهل والعيال ويداعبهم ويرق لهم. فهذا هو الخلق الحسن، المحافظة على ما ينبغي أن يتعامل به الإنسان في كل موطن من المواطن. كثير من الناس إذا كان مع أصحابه وفي المجالس، وأكثر الناس مزاحا وربما كذب في ذلك، وأكثرهم ضحكا، وإذا كان في المنزل كان الغضب والسب والشت وارتفاع الصوت والمنازعة الدائمة، مع أن أولى الناس بحسن الخلق الأهل والأولاد. قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. حسن لغيره، مع أن هذا الإسناد فيه ضعف. أحب الدين إلى الله، أحب هنا يعني المحبوب، ليست على بابها من أفعل التفضيل، بأن غير الحنيفية لها نصيب من الحب عند الله، ولكن هذا من باب قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى. فليس في الدنيا بقاء، ولكن أفعل التفضيل تستعمل كثيرا بمعنى الوصف الثابت، ولا يلزم المقارنة بينها وبين غيرها. فالله عز وجل لا يحب إلا الدين الإسلامي، ولكن أي خصال هذا الدين أحب إلى الله عز وجل؟ أي خصال هذا الدين أهم؟ الحنيفية، وهو التوحيد، وهي التوحيد، الميل إلى الله، الإخلاص، يميل عن الباطل إلى الحق، يميل عن غير الله إلى الله، الحنيف المائل إلى الله، المقبل عليه، المخلص له، الموحد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها،
لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أما السمحة فهي سهلة، هذا الذي جعل البخاري رحمه الله يضع هذا الحديث في أبواب حسن الخلق، في باب حسن الخلق. فالتوحيد هو الأصل والإخلاص، ثم لا بد حتى تكمل خصال الإنسان. أحب الخصال في دين الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى صفة السماحة والسهولة، وهذا إنما يعرف بالخلق، أن يكون الإنسان سهلا، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، سمحا في معاملاته كلها سهل. المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين قريب سهل، سهل إذا اعتدي عليه أن يعفو، سهل أن يسكن غضبه إذا غضب، سهل في مسامحة الناس والتساهل معهم، فمع الموسر ومع المعسر، ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه. هذه السماحة، هذه السهولة، وحسن معاملة الخلق مما يقربهم إلى الله عز وجل. فالذي يحسن معاملة الناس ويرفق بهم ويأتي بهم إلى طاعة الله عز وجل، هذه أحب الخصال إلى الله، أحب خصال الدين إلى الله عز وجل بعد التوحيد، أو هي في الحقيقة متلازمة مع التوحيد. وذلك أن كمال الإخلاص لله عز وجل يسبغ الله به على عبده من الوقار والسكينة والسهولة والسماحة ما لا يمكن أن يخطئه من ينظر إليه ويتعامل معه. وملة إبراهيم عليه السلام هي الحنيفية، والسماحة والسهولة هي ملته وملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه أحب إلى الله عز وجل في خصال الدين والإيمان ومن شرائعه، مما جعله في بعض الشرائع السابقة التي كان فيها من التشديد والآثار. قد قال سبحانه وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وأخذ نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فجعل الله عز وجل في الشرائع السابقة بعض التكليفات الشاقة والآثار والأغلال عقوبة لهم. أما هل هي أحب إلى الله مما شرعه لهذه الأمة من الشرائع السهلة التي لا حرج فيها والأخلاق السمحة وهي المقصودة هنا؟ فالسماحة في البيع وفي الشراء وفي القضاء وفي الاقتضاء وفي التحاكم وفيما يتعلق بحقوق النفس، فهذا أرجى عند الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون محبوبا. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. أربع خلال، أربع خصال، أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا، يعني ما لم تعطه من الدنيا. قال: حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. هذه مجامع حسن الخلق، جامع محاسن الأخلاق، حسن خليقة، الخلق الكريم الطيب الذي فيه البر والإحسان إلى الناس واللين والصدق، وما يأتي في الحقيقة داخل في حسن الخليقة، عدم الفظاظة، عدم الغلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا في حسن الخليقة.
وعفاف طعمة، تأكل الحلال تجتنب أكل الحرام من الربا والميسر والرشوة وثمن الخمر وغصب أموال الناس، كل ذلك أن يعف الإنسان عنه، لا يأخذ شيئا مما حرم الله عليه، يتجنب أكل الحرام. وكذلك إذا أكل من الحلال يكون عنده عفة، ليس شريحا، ليس يريد أن يأكل حتى ولو كان طعاما حلالا طيبا، لكن تجد من ينازع مثلا على قطعة لحم وينازع على كثرة الطعام، وهذا قد يقع في الموائد العامة وقد يقع في داخل البيت الواحد. تجد بعض الناس يعني ربما يستأثر بنفسه، سواء كان كبير البيت يأكل ولا يطعم امرأته، يجي اللحمة يروح جاي واخدها واكلها هو وسايب لها تفتوفة وما يسيب لهاش خالص. في الصعيد الأكادي معروفة خالص، يودوا لهم الأكل بعد ما إيه، في حد في الصعيد هنا والفلاحين كمان، والفلاحين كمان والبدو صحيح، والاسكندراني ما بقدرش اغيره بقى العاديين مش بالمسكن يعني، ده احسن بالاخلاق. وكذلك تلاقي في بعض الاولاد عنده عفه في الطعام وبعضهم عنده ايه شرح، فانا ده حلال تلاقي واحد عايز ياكل كل حاجه، لا ياخذ الفاكهه مثلا تيجي يروح ياكل نص الفاكهه لوحده، واحد تاني يكون عنده عفه في ذلك، واحد ياخد باله من ان هو فيه كذا واحد في البيت، وهكذا تجد امر ده متفاوت. فمن رزق العفه، العفه الواجبه، العفه عن الايه؟ عن الحرام، والعفه من الواجب ايضا اذا كان شيئا يقتسم ان لا يظلم البعض، لان الواحد ان هو ايه يعني هذا يغض الصدور ويؤدي الى فساد القلوب، ان شيء يقتسم يقوم بعض الناس ياخذوا ايه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقترن بين تمرتين، تيجي تاخد واحده واحده، ليه؟ واحد عايز يكوش ايه ويخبي الاول يطمئن، فالتمره الثانيه ما تاخدهاش، لما تخلص اللي معاك تبقى تاخد الايه الثانيه، ويكون الثانيه خلاص خلص اللي معاه برده خد ثانيه. والعفه المستحبه بقى اللي هي يعني الاحسان وتقديم الاخر وما فعلته ام سليم وزوجها رضي الله تعالى عنه، هو طلحة، أبو طلحة اللي هو قال أطفئ السراج ونوم الصبيان وضع الطعام وأظهري أننا نأكل. سبحان الله، حاجة عجيبة يعني عشان يطفوا النور عشان ما ياخدش باله أنهم ما بيأكلوش وهو الضيف يأكل، وده كان طعام مين؟ طعام الصبيان، لكن نيمتهم عشان وبكرة ربنا يفرج. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، فدي عفة طبعا عظيمة جدا. الإنسان الناس عشان عيالها ممكن تموت بعضها عشان يجد، لكن العفة في طعمة أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما غزل عنك من الدنيا، حسن خليقة وحفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. الإنسان إذا استؤمن أمانة عامة أو خاصة، إذا كان يعني عنده أمانات من أمانات المسلمين العامة، الوظائف والمصالح العامة، وأعظمها بلا شك الملك والرئاسة العامة، ثم الوزارات ويعني المناصب العامة إلى أصغر موظف، كل هذه إذا استؤمن على أداء مهمة فهي إيه؟ فهي أمانة. وكذلك إذا كان الناس يستأمنونه على أشيائهم إذا وضعت عنده فهو يؤديها، وأوسع من ذلك الأمانة بينه وبين الله التي هي التكاليف الشرعية في حفظ الوضوء والغسل وأداء العبادة الباطنة، وكل العبادات هي من ضمن الأمانات، حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحفظ أمانة. الأحاديث دي يعني عجيبة في جمعها مع مجامع الخير، هي من دلائل النبوة فعلا. تقول
هو موقوف هنا وروي مرفوعا. وهو اصلا الكلام ده ما يجيبوش الصحابه من عنده، لان يعني هذا له حكم الرفع. الحاجات دي بقى هي اللي ينبغي نشرها. الاخوه اليومين دول طالعين لي ما اعرفش في حاجه، يعني انشر على النبي عليه الصلاه والسلام، يقول لك ايه مولود يوم 12 ربيع ومات يوم 12 ربيع ومش عارف مش عارف زو مثلا. في حاجات لها طبعا، بس في حاجات بتبقى فيها اخطاء تفاصيل كثيره. اللي هو عرف النبي عليه الصلاه والسلام، عايزين تعرفوا النبي عليه الصلاه والسلام، عرفوه بمثل هذه الايه الامور، هي دي اللي تجذب قلوب الناس. مش ان هو المنشأ مكة المكرمة، مش عارف الوظيفة راعي غنم ثم تاجر ثم خاتم المرسلين، الحاجات السخيفة دي، فصيلة الدم نون وورا، مش عارف ايه الحاجات اللي وعمالة تنتشر والناس بتطبعها علشان يعرفوا ليه، يعرفوا الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو ده التعريف، يعني هو ده الخلاصة. والدار اللي اتولد فيها والبغلة اسمها دلدل ماشي. طب انا عارف ان والسيف كان اسمه ذوالفقار، وايه ورق الطبع وتتبعت على المواقع وعلى المجموعات والناس كلها بقى ايه، وهو ده نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا عم، انت عايز تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، بين عقيدته بين عبادته بين توكله بين خوفه من ربنا بين ها فعلا بين السنة الحقيقية. لكن الناس استفادت ايه من البغلة اسمها دلدل والحمار اسمه عفوف، فضلا ان الاساليب بتاعت الحاجات دي فيها مقال. ماشي كده؟ يعني ان البغله اسمها دلدل والحمار اسمه يعفور فيها مقال مذكوره في السيره، والسيف اسمه ذو الفقار. ماشي، طب ايه لم نستفد شيئا في الحقيقه. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا داود ابن يزيد قال سمعته أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما أكثر ما يدخل النار؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الأجوفان الفرج والفم، وأكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله عز وجل تفعل الواجب وتترك المحرم، هذا حق الله. يبقى معاملة الناس كيف تعاملهم، بحسن الخلق، بالكلمة الطيبة الصادقة، بالعفة، الأخلاق. طبعا في جملة الأخلاق الحسنة اجتهدت في جميعها في صفات الرجولة في تفسير قول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، في تأملاتي أنا في سورة يوسف. فلتراجع يعني في محاسن الأخلاق كيف يتعامل الإنسان. فمن اتقى الله سبحانه وتعالى وحسن خلقه أدى حق الله وعامل الناس بالخلق الحسن. اتق الله حيثما كنت، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما أكثر ما يدخل الناس النار الفم، حيث اللسان الذي يكون الكلام به من أعظم المهلكات، يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار حصائد ألسنتهم. والفم ما يأكله الإنسان من الحرام إما لذاته أو لصفة كسبه أو وصفه، ذاته كالخمر والخنزير والدم، ووصفه كالربا والميسر والغصب والرشوة يعني مهر البغي وحلوان الكاهن، المكاسب المحرمة. فهذه الأمور مما تهلك الناس. والفرج الشهوة الجنسية، أمن أقوى الشهوات شهوة الأكل وشهوة الجنس. نسأل الله أن يعافينا جميعا من كل بلاء، لأن كل شيء في جوف يكون فيه رغبة، كما في الحديث أن الشيطان لما رأى آدم خلق أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. كل حاجة فيها جوف تلاقي فيها إيه؟ شهوة ضاغطة على الإنسان.
فإذا لم يضبطها الإنسان بما شرع الله عز وجل كان ذلك من أسباب دخوله النار. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عبد الجليل ابن عطية عن شهر عن أم الدرداء قالت قام أبو الدرداء ليلة يصلي فجعل يبكي ويقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي حتى أصبح. فقلت يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليلة إلا في حسن الخلق؟ فقال يا أم الدرداء إن العبد المسلم يحسن خلقه حتى يدخله حسن خلقه الجنة ويسيء خلقه ويسيء خلقه حتى يدخله سوء خلقه النار. والعبد المسلم يغفر له وهو نائم. قلت يا أبا الدرداء كيف يغفر له وهو نائم؟ قال يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله عز وجل فيستجيب له ويدعو لأخيه فيستجيب له فيه. سبحان الله. المودة وليس الضرائب. أنا آيم وهو نايم. هو نايمين زي لا ده هو آيم يدعي لهم إيه؟ يدعي لإخوانه ويستغفر لهم فيغفر له وهو إيه؟ وهو نايم. بالود والحب والصدق وهذا من حسن الخلق. وأكثر ما يؤدي إلى الحب في الله حسن الخلق. الكلمة الطيبة. اللين في الكلام. صدق الحديث. العفة. الكرم. الإيثار. الجود. لما نلاقي الناس عمالة تشتم بعضها وتضرب بعضها. موت بعضها. هيكونوا إيه العلاقة اللي بينهم؟ نعم صحيح. قال حدثنا أبو النعمان قال الحديث ده ضعيف ولكن الشاهد منه ضعف غير شديد يعني شهر يعني قد يحسن حديثه لكن هنا ضعيف وشواهده تشهد لصحة المعنى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت العرب ناس كثير منها هنا وها هنا فسكت الناس لا يتكلمون غيرهم فقالوا يا رسول الله علينا حرج في كذا وكذا في أشياء من أمور الناس لا بأس بها. فقال يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. اقترض امرأ ظلما أي نال قطعة من جسم المرء بالغيبة بالمقراض يعني ايه اقترض يعني زي قطع حتة من واحد يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتة يقطع من لحم اقترض مقراض الكماشة اللي بيقطع بها الايه من الجلد أو اللحم. يا عباد الله وضع الله الحرج إلا امرأ اقترض امرأ ظلما فذاك الذي حرج وهلك. قالوا رسول الله أنا تداوى؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو يا رسول الله؟ قال الهرم. يعني لازم هتكبر لازم هتكبر مفيش واحد هيظل في شباب على الدوام. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. اللهم حسن أخلاقنا اللهم حسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين ألقاه جبريل صلى الله عليه وسلم وكان جبريل ألقاه في كل ليلة من رمضان يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن
فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صحبة الصالحين وتعلم القرآن وحضور مجالس الذكر لا بد أن يكون له أثر في التعامل مع الناس وفي سعة الجود وسعة العطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني مرسلة بالخير والمطر. هذا الحديث فيه فضيلة لشهر رمضان أنه كان يلقاه جبريل كل ليلة في مدارسة القرآن، وفيه استحباب مدارسة القرآن في ليالي رمضان، وفيه استحباب الجود في رمضان أكثر من غيره. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس فكان موسرا فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل فنحن أحق بذلك منه فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه. الله أرحم الرحيم. فمن كان من خلقه الجواز شرع أن يعفى عنه اقتداء بما فعل الله عز وجل به. من كان سهلا في المعاملة ينبغي أن يعامل معاملة سهلة. قال حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال تقوى، قال تقوى الله وحسن الخلق. قال وما أكثر ما يدخل النار؟ قال الوفان الفم والفرج. سبق الحديث. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معا عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله.